يقوم جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 26 من الشهر الجاري، يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص تداعيات الأزمة السورية. زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور بمرافقة عدد من الوزراء مبنى مطار الملك علياء الجديد. تأتي هذه الزيارة عقب سلسلة من الاحتجاجات نفذتها مكاتب السياحة والسفر احتجاجاً على إجراءات إدارة المطار بإلغاء تصاريح دخولهم إلى باحات استقبال الوفود السياحية، مما أدى إلى زيادة الضغط على موظفي المطار وهيئة تنشيط السياحة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أنها قد تضطر إلى إيقاف مساعداتها الإنسانية لأكثر من 100,000 لاجئ سوري في الأردن بسبب نقص التمويل وازدياد توافد اللاجئين إلى المملكة. من جهته قال المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين أنمار الحمود إن 12,000 لاجئ سوريا وصلوا إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي. حذر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً من انعكاسات سقوط نظامه على تقسيم سوريا وعدم الاستقرار في المنطقة، وجاءت هذه المقابلة رداً على شائعات تحدثت عن مقتل الأسد وأخرى عن تواجده في ملجأ، وأكد الرئيس السوري أنه موجوداً فوق الأرض وليس مختبئاً، وأن هذه الإشاعات هدفها التأثير على الروح المعنوية للشعب السوري.